إذن مشاهدي ومتتبعي قناة شوف سبور، كما كتشاهدوا معنا هذه حافلة الوداد الرياضي هنا في مدينة فاس، متوجهة نحو الملعب الحسن الثاني في فاس كما كتشاهدوا. حشود غفيرة من الجمهور المغربي الرياضي الفاسي هنا. أنوار حافلة الوداد الرياضي مغادرة لاعبي المغرب الرياضي الفاسي من الفندق متوجها نحو الملعب الحسن الثاني لخوض مقابلة مع في الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية لقسم الوطني الأول مع الفريق المغرب الرياضي الفاسي. حشود غفيرة من المشجعي المغرب الرياضي الفاسي ومحبي الوداد حجوا إلى فندق. نتوجه الآن إلى الملعب الحسن الثاني بفاس كما كتشاهدوا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي. حافلة الوداد الرياضي غادرة الفندق متوجهة نحو الله سبق. أجواء حماسية، أجواء رائعة هنا بمدينة فاس، جمهور المغرب الرياضي الفاسي متعطش متفائل بغي الربح بغي ثلاث نقاط، أجواء توحشها الجمهور المغربي الفاسي هنا بمدينة فاس العاصمة العلمية. كما كتشاهدوا معنا كل الجماهير جات الأغلبية محبي المغرب الرياضي الفاسي محبي الوداد البيضاوي جاو لهنا حدا لوطيل باش يشوفوا اللاعبية ديال الوداد عشاق الوداد. حنا الآن نتوجه إلى الملعب الحسن الثاني إن شاء الله بإذن الله باش ننقلوا لكم الأجواء كي دايرة تماك، ننقلوا لكم مسافة مسافة. خليكم معنا مشاهدينا ومتابعينا على الصفحة الرسمية شوف تي في سبور، شوف سبور عفوا. حنا الآن متوجهين إلى الملعب الحسن الثاني باش ننقلوا لكم الأجواء كيفاش دايرة في الملعب الحسن الثاني. كما قلت لكم جمهور الصفانة متعطش فرحان بالفريق ديالو اللي غيلعب مع الوداد، لان هذه مده 4 سنوات عجاف المغرب الرياضي الفاسي ما خاض مباراه الكبار، ودابا من بعد ما صعد للقسم الوطني الاول وبين على البصمه ديالو خلال الاربع الجولات. دابا متفائل باش الفريق المغربي الرياضي الفاسي
يحصد 3 نقاط أخرى في هذه الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية لقسم الوطني الأول. خليكم معنا مشاهدي متتابعي قناة شوف تي في وشوف سبور. احنا الآن متوجهين إلى الملعب الحسن الثاني لنقل أجواء الملعب ودخول حافلتي المغرب الرياضي الفاسي والوداد البيضاوي. المسافة راها شي شويش بعيدة، خدنا وجينا على رجلينا ماشي مشكل، فخاطر جمهورنا الحبيب باش نقلو لكم الأجواء هنا أمام الملعب الحسن الثاني بفاس. حنا على مقربة الملعب حافلة الوداد مازال واقفة تماك، إن شاء الله بإذن الله نوصلوا ونرصدوا لكم بكاميرا شوف سبور الأجواء ديال هذه المقابلة أمام الملعب. الظرفيات كورونا كما قلت فرضت علينا قوانين في هذا الأثناء دخول حافلة الوداد البيضاوي إلى الملعب الحسن الثاني. كما كتشاهدوا السيارات واقفين، خلاو الأسبقية للحافلة ديال الوداد باش تدخل الملعب الحسن الثاني. أجواء رائعة، أجواء حماسية، جمهور المغرب الرياضي الفاسي متعطش لهذه المباراة. لولا جائحة كورونا لقيتي هذه البلاصة هذه ممتلئة بالجمهور المحب للصفانة. احنا الآن أمام الملعب الحسن الثاني بفاس كما كتشاهدوا. الفندق راه ما بعيدش على الملعب، فقط خطوات مشيو كنا حدا الفندق، والآن نحن نتواجد أمام ملعب الحسن الثاني. هذا هو ملعب الحسن الثاني، حافلة ديال الوداد راه دخلت. هذه هي الأجواء هنا أمام ملعب الحسن الثاني كما كتشاهدوا. مشكورين على المجهودات الجبارة اللي كتقوم بها السلطات الأمنية والسلطات المحلية أمام الملعب الحسن الثاني هنا بمدينة فاس. كما كتشاهدوا معنا في هذا الأثناء السلطات قائمة بالواجب واقفة بصرامة من أجل إنجاح هذا العرس الكروي. كما قلت لكم سابقا أن حافلة الوداد البيضاوي دخلت في قبل لحظات الملعب الحسن الثاني أتي من فندق هنا قريب من الملعب. هذه الأجواء هنا، جمهور الصفانة متعطش لهذه الأجواء الرائعة، ما كرهوش يدخلوا التيران ويشجعوا الفريق ديالهم، لكن ظرفية كورونا وما نساوش بأن القرار الحكومي ديال حظر التجوال من بعد 9 ليلا إلى 6 صباحا حتى هو كذلك غادي يحرم مشجعي الفريق المغرب الرياضي الفاسي باش يلتزموا ويتبعوا المقابلة عبر داخل منازلهم عبر التلفاز
كانوا شحال هادو كيتوجهوا للقهوه المقهى باش يتفرجوا. دابا ما يمكنش لان الماتش غادي يبدا مع 7:30 والحضر التجوال مع 9 غادي يبدا هنا بالعاصمه العلميه. انا جالس انا بدا نهار الاربعاء 23 ديسمبر حضر التجوال كاين هنا مع 9 ل 6 الصباح. هادشي علاش كل الاشخاص المتواجدين داخل خارج المنازل غادي يدخلوا للمنازل ديالهم مع 8 8:30 وما يفوتوش 9 لان حضر التجوال كيكون هنا بمدينه فاس. مكرهناش ننقل لكم الاجواء داخل الملعب، خروج اللاعبيه ودخول الملعب، لكن جائحه كورونا فرضت علينا القانون ديالها ومنعتنا من الدخول، ولان احنا بدورنا كنلتزموا. ونبقاو ننقل لكم فقط الاجواء خارج الملعب امام الملعب. تشاهدوا معنا مشاهدي ومتتبعي قناه شوف تي في شوف سبور كل ما يروج هنا امام الملعب. هلا اخواني مشاهدي متتبعي قناه شوف تي في، كما كتشاهدوا معنا في هذه الاثناء دخلت الحافله ديال الوداد الرياضي، الوداد البيضاوي. إذن مشاهدي ومتتبعي قناة شوف سبور خليكم معنا دائما، ننقل لكم البث المباشر هنا بمدينة فاس حول المباراة المجراة هنا اليوم على الساعة 7:30 مساء بالملعب الحسن الثاني. كل ما يتعلق بهذه المباراة سوف ننقلها على المباشر في قناة شوف سبور. نضرب لكم موعد آخر في بث آخر هنا بمدينة فاس، ما تمشيوا معنا خليكم بعيد، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.